الإنسانية أولا. مشروعنا مشروع فتح باب رزق الأرامل، هو موجه للسيدات المكافحات فقدوا أزواجهم، فقدوا المعيل بسبب ظروف الحرب. أصبحنا مسؤولات عن أسر وأطفال يبحثون عن الغذاء والكساء لعائلاتهم. توفى زوجي من تقريباً من 4 سنوات، وسبحان الله بدي أنا دخل مادي مشاني ومشان أولادي، وما في عندي يعني مساعدات من باب تاني، وبدي يعني بدي الدخل المادي يكون ضمن بيتي، يعني بحيث انه انا اكون مع اولادي وانفق على اولادي. الشهر الثامن 2022 تم الاعلان عن فتح هذا المركز التدريبي، ووصلنا عدد كبير من الطلبات، فوق 2300 طلب، جميعهم لديهم رغبه بالتدرب على المهن التي نقوم بالتدريب عليها في هذا المركز. المهن الاربعه هي مهنه الخياطه، مهنة التجميل، مهنة صناعة المعجنات والحلويات، ومهنة الحرف اليدوية. هاي المهن مناسبة للمجتمع، مناسبة للبيئة المحلية، وبتلقى رغبة كبيرة لدى نساء المجتمع المحلي. حاولنا جاهدين بالمركز التدريبي أنه نخلق بيئة تدريبية مثالية، كون هاي النساء جاي من ظروف صعبة، من ظروف نزوح، من ظروف فقدان المعيل، الأرامل واللي أزواجهم عاجزين، عندهم حالات نفسية واضطرابات شديدة. حاولنا أنه نرجع نبني لهم الثقة بالنفس، حاولنا نرجع نشجعهم ونخليهم عندهم أمل كبير أنهم هن قادرات على أنهم يصيروا رائدات أعمال، قادرات أنهم يفتحوا مشاريعهم الخاصة. المتفوقات والأكثر حاجة والسيدات القادرات على فتح مشاريع تم تمويل مشاريعهم الصغيرة وإعطائهم منح مالية تكفي للانطلاق بهذه المشاريع، وحالياً نحن متابعين معهم. كل سيدة بتاخذ تمويل مالي يتم متابعة مشروعها وزيارتها مراراً لمتابعة عملها، لمتابعة أسئلتها، لمساعدتها على تسويق المنتج اللي عم بتقدمه. نحن معهم مستمرين حتى النجاح بإذن الله. نحن نشكر الهلال الأحمر لأن وفرنا مركز إنه بيبقى مع ضمن مجموعة نساء، وأمننا المواصلات وأمننا الأقمشة، يعني الله يعطيهم ألف عافية، ما يحتاجون لشيء، ما خلنا نحتاج لشيء. هذا النوع من المشاريع اللي بيخلي النساء متمكنات مالياً أمر جداً مهم، خاصةً بعد الحرب، بحيث يكون في مصدر للرزق كريم بما يحقق ذاتهم وبيحمي كرامتهم، بحيث أنه ما تبقى السيدة اللي فاقدة للمعيل بشكل دائم واقفة على الأبواب وتنتظر المساعدة، بتكون إنسانة منتجة تصرف على أولادها بعرق جبينها، وبتكون قادرة على العطاء باستمرار، والله يقدرنا نكون عوناً لجميع المستضعفين. الإنسانية نهجنا نروي بالحب قلوب، بالخير تملأ دربنا عطفا يزيح كروب. الإنسانية أولا، تحيا بنا نحيا بها، تروي أرواحا مثقلا، نفس تجود بخيرها، فهي الشعور ببعضنا، وهي المحبة والأمان، وهي التكافل بيننا، كفا بكف كالبنيان، كسحاب يروي إن أطل، ويطوف حاملا الأمل، لا يسأل ماذا أو لمن، مطر أغاث إذا نزل. الإنسانية أولاً.